حسن، هل حضرتك كنت متوقع ده يحصل بالنسبه للمنتخب السعودي 5 اهداف دون مقابل؟ هعرض لحضرتك دلوقتي برضو الاهداف ونتكلم عنها ونتكلم عن منتخب روسيا. اتفضل يا كابتن حسن. لا ما انا ما كنتش متوقع المنتخب السعودي، لان انا قلت لحضرتك ان انا كان في متابعه لتصفيات كاس العالم، وكان برضو المنتخب السعودي ومنتخب الامارات كان في متابعه ليهم على اساس هم الاحسن في المجموعه بتاعتهم وفي اسيا. وانا مع الاعداد اللي عمله المنتخب السعودي والاستعداد القوي والماتشات الوديه القويه اللي لعبها، وكان اخرهم منتخب المانيا، ما كنتش اتوقع ابدا ان هو ممكن يخسر هيفي سكور بالشكل ده، بالرغم ان احنا عارفين ان برضه المنتخب الروسي، ويمكن كلنا اجمعنا على اساس ان المنتخب الروسي مش بنفس القوه اللي هم او اللي احنا كنا متوقعين الاهداف كمان، هي مع حضرتك هي متوقعين. لكن لما نيجي نقول الاهداف، اقول يعني انا تسبب في الاهداف دي كلها حارس المرمى. حارس المرمى انا بعتبر حارس المرمى بغض النظر عن الاداء اللي مش مظبوط للمنتخب السعودي وخاصه الخط الدفاع، لكن حارس المرمى انا بعتبره سبب رئيسي في نسبة الأهداف العالية دي. توقيته غريب جدا. توقيته غريب جدا، وهو ما بيتوقعش وما ما ما ما, ما, ما يبقاش عارف بالظبط ده اللعيب ده ممكن يشوت وبتاع، غير ان هو بيفاجئ دايما. أيوة. بالكورة. أيوة. يعني بيفاجئ بالكورة، بس هو بيتفاجئ زينا يعني. هو فاكر ان التوقع ده ممكن يبقى للمهاجم ويبقى للمدافع، بس لا، التوقع ده حتى الحارس المرمى يعني لازم يبقى متوقع ان هو اللاعب وهو ماشي بالكورة ممكن يشوت من أي اتجاه ومن أي وقت. هو ده، بص الكرة دي مش معقولة يعني، عارف انت ازاي؟ فهو ما بيتوقعش ده، مجانب ان هو انا ما اعرفش هل هم ما عندهمش الا الجون ده ولا الجون الاساسي عندهم. ياسر المسيلة ما اعرفش الجون الاساسي محمد العويس، هل ده جون اساسي؟ بص يعني حتى قصير كمان يعني، جسمه مش قوي ان هو يقف في المرمى، ومتهيألي هو ده اللي عمل حالة ده اللي التوتر، كل الوديات عمل حالة القلق والتوتر اللي كانت عند لعيبة المنتخب السعودي، واللي من خلالها كان أدائهم مش مظبوط. صحيح.